أنا كنتمنى يكون عندي قدرة نشوف فيه أنا وياه نقوله كيفاش أنت مسلم كتأمن بالله وكتوجه القبلة وكتصلي كيفاش تساعد خاك يقتل سبعة الأرواح. هذا في ديننا، هذا في أصلنا، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الشجرة ما كانش كيبغي تقطع، وانت تقطع القلوب ديال الأمهات، القلوب ديال الأباء، ديال الأخوة. هذا مش إسلام يا ابني، هذا هو اللي كان خصنا نقوله. وكنتمنى الله، أنا كنخدم كنمشي للسجن، كنتمنى نشوف هذا الإنسان هذا ونتكلم معه بهذه الطريقة هذه. إذا كان هو مسلم وكيأمن بالله سبحانه وتعالى، نملة ما يقتلهاش، نملة. هذا قتل الأرواح وخلنا مجروحين. أنا عماد ولدي كنشوفه صباح وعشية. عماد كان أكثر من ولد عندي، كان صديقي، كان حبيبي، كان وليدي اللي كيشارك معايا كل حاجة. عندي خمسة هاد الولاد، مي هذاك الولد مشى بحال فريخ. ما كنت كنتمنى نفرح بوليداته، كنتمنى نفرح وليدي يكون في داره، كنتمنى وليدي يشوف زمانه، قراه وربيته وعطيته كلش. شي واحد اختار له العمر ديالو، خليت له الله سبحانه وتعالى هو يرفع حقه. شكرا، الله يرحمه.